متابعات على احلى متابعات بالعالم. رجعت لكم من جديد، انا علا بفلوج جديد، وكتير طلبتوا مني روتيني اليومي، اشتقتوا لروتيناتي اليومية. حقكم علي، بعرف عم بتأخر عليكم وبعرف مقصرة معكم، بس ان شاء الله رح ارجع لكم بقوة. وعلى فكرة يعني صار عندي فيديوهات جاهزة كتير، بس عم استنى الوقت لحتى يصير عنا وقت انا وزوجي حتى نعمل مونتاج وننزلهم. ليش ملتهية هالكم يوم؟ لاني مثل ما بتعرفوا انا كان حاكي بفيديو قبل هالمرة انه عندي تنتين بنات احما عايشين بغير مدينة هون بتركيا، واحدة باسطنبول واحدة باسمير، فهلا جايين زيارة وكتير ملتهية معهم، وانا من نوع كتير كتير بحبهم، فعم بقضي اغلب الوقت معهم هذا الفيديو. هلا اليوم رايحين لعند هيوش، شكرا كثير لدعمكم لإلها. البنوته ما شاء الله متحمسه، ما بتعرف قديش هي بالاصل بنت خجوله وحبابه ولطيفه لابعد الحدود. المهم هلا رايحين لعندها، عملت لنا عزيمه وحضرت لكم شو محضرت لكم امبارح، عم بتشتغل وعم بتصور وهيك، فانا بس رح صور لكم الاجواء وشو رح الاوتفيت لليوم. أمتع الشغلات اللي بحب شاركها معكم هي الأوتفيت، لأنه كتير بيجيني تعليقات حلوة. فاليوم حابة هيك أشارك معكم هذا اللوك أو هذا الأوتفيت لليوم. هل هدول القمصان مثل ما بتعرفوا كتير طلعت موطن، الفيرزاتش يعني أنا نقيته، في الجوتشي، في عدة هدول تبعات الماركات، هذا مو أصلي طبعا، وأخدته مو غالي أبدا، أخدته ب75 ليرة، نوعه حرير على شفاف بشف شوي، بس هي لأنه جمعة صبايا فما كتير الموضوع بيأثر. كمان هيك شوي قصيرة وعلعبة. ليش أنا بحب العبة؟ أنا كتير بحب هذا الموديل، قصير من قدام طويل من ورا وهيك شوي علعبة، بحسه بيعطي كتير موديل حلو للجسم المعبى. طبقت عليه الشنطة الصفراء، مع اني كنت حاطة ببالي اشيل شنطة ذهبي، بس حسيتها كتير طبقت معه او كسرت اللون، ماني حابة ادخل ذهبي كتير. رح تلاقوا انا شناتي احذيتي بحب اللون الذهبي والفضي اكتر شي، يعني بحب ما بحب الاحذية الملونة كتير او الفاقعة، فبختار دائما هاي الالوان بتطبق على كل الالوان. عندي هذا الحجاب مثل ما شايفينه مكسر وله قصب ذهبي يعطيه شوي هيك رسمية لهي الصايرة صبحية. وعندي هون الحذاء زحف بما انه يعني جمعة صبايا بس ما كتير رسمية، يعني كمان لونه ذهبي. وهذا النوع الحذاء رح تلاقوا عندي كل الالوان منه، كتير بحب موديله. البنطلون الساتان اللي بيكون شوي قصير من تحت، وهون الاكسسوار حبيت هذا الاكسسوار، حبيت احطه مع اني حسيته كتير رسمي، بس حبيت جربه لسه ما جربته، بجوز اغيره، بس شوفوا لي موديل قديش حلو. هذا الحلق امبارح يمكن اللي شاف فيديو على قناة لهاي، نزلنا على الشارشيف شرينا اكسسوار رخيص بشكل مو طبيعي. هذا الحلق اخذته ب5 ليرات، شوفوا لي قديش حلو. هلا هو صح انه هذا مثل التنك ورقيق، ما ضروري يكون شيء غالي يعني بالاخير، وهدول السنارات والخاتم وهيك يعني. فهذا الاوتفيت لليوم. Something meaningful, say something I don't know. I wanna know you better. The way that you talk to me, the way that you make me feel, I don't know if you're real. I wanna put you in that spotlight. I've got this feeling, I'm feeling you could be the one. See no reason why I should ever let you go. مرحبا. اهلا وسهلا. صورة هيوش. سلام يا شيخ. تفضلي خيطة. شو اخبارك؟ هلا وصلنا عند هيوشة. يعني صح بيتها صغير وهيك، بس قديش بحس براحة نفسية ببيتها لهيوش، على قد ما هيك مزوزة أو مرتبة. ذكرتيني بكلمة مزوزة. الله يسلمك. تسلمي لي يا رب. فرجيكم هيوش شو محضرة. يا سلام على اليالانجي، يا سلام.
امبارح جيت صرت عند هيوش وكانت عم تلف لي اعلان، جيت قلت لي يا مسوى قومي ساعديني. انت منطيني من عندي. على فكره معني كثير بستمتع بلف اليبرة وهيك، بس امبارح كنت كثير كثير تعبانه، فلا طلع معك مشي حالك خلص بأمن فيكي. أمنت فيكي وراح تعمل تبولة. في كتير ناس سألوني إنه بشو نقعت البرغل، نقعته بحمض الليمون، يعني الليمون عصرته وحطته لمدة ساعة بنتين ربع ساعة، وهي التبولة بحط لها خس، بس التبولة الأصلية يا جماعة ما بنحط لها خس. أنا بحط الخس. لا في ناس على فكرة أيدوكي. إيه. كتير عالم يعني أذواق. إيه بس هيك أنا ما بعرف، بحس إنه لا هي بقدونس يعني لازم لا هي تكون. لا بس بقدونس بس مع الخس طيبة يعني. إيه وهلا عم نستنى رفقاتنا ليجوا البقية ورح كمان أصوركم بالأجواء، خليكم معنا. انا كتير بحب الست البيت اللي بتشتغل شغل ايدها وقت بيجيها ضيوف وتقدم لضيوفها. شوفوا مين عم بيحكي. انا دائما بقول لهم والله لو عندي وقت روح قلبي يعني، بس ايش قد كنا نعمل سفر عيد ميلاد وعن جد ما بتتخيل السفر اللي بمدها، بس كان في وقت فاضي اكثر يعني. هلا انتم اذا بدكم تشوفوا الطريقه كيف عملتهم فموجودين على قناه لهيوش. شوفوا لي هالترتيب والانامل اللي رتبت هالصحون، يعني هدول الصحون خلاص يذكرني بايام حلب، تتذكري جامعات الصبايا والصبحيات وهيك. فالحمد لله يعني صح عشنا بتركيا بس ما غيرنا عاداتنا. انا كثير بحب الناس اللي لو عاشوا بالغربه ما بينسوا عاداتهم تقاليدهم، بيضلوا دائما متبعينها. وحتى هلا مثلا بالنسبه لي انه زوجي تركي فبقى الامر اصعب يعني، ايه فبحاول قدر الامكان هلا هيك ارجع لهدول الشغلات القديمه اللي كنا نعملها، وبصراحه كثير كثير عم يستغرب منها وكثير عم بنبسط منها. رح احكي لكم بفيديو قادم شو ومثل شو يعني شغلات كثير. فقال لي نقطه طفولته كان قديش كانت حلوه يعني. فهذا هو الترتيب، اليالانجي والفطاير والكبه النيه. على فكره هيوش المتابعات كثير كتبوا لي انه حابين يعرفوا طريقه الكبه النيه التركيه، فانا بعرف اعملها وهيوش بتعرف تعملها، فرح محتارين من يعملها بشرى نحن لانه نفس طريقه الاتراك تقريبا يعني، بس ما بعرف انا بصراحه حبيت كبتنا النيه اكثر. عم بحكي لكم على الطناجر لانه هذا اكثر سؤال سأل مثل ريفيو، فانا فرجيكم الطناجر اللي هن عندي. اخترت الجرانيت مع انه عندي المنيوم بطبخ فيهم وهيك، بس الجرانيت يعتبر احسن شيء. بس رح اعطيكم نصائح عنهم، رح احكي لكم على اسعارهم قديش يعتبروا الخاص بالنسبه لكثير طناجر ثانيه، شو محاسنهم شو مساؤهم، رح احكي لكم عنهم كلهم. اول شغله انه من المحاسن تنقوا اللون بدكم اياه، الوانهم كلها خيله، في لون البوردو، في لون الزهر البودرة الزهر، في الموف، في الذهبي. انا الذهبي كنت كتير يعني حاببته، بس نصيبي يعني انه يكون عندي هدول. فرح فرجيكم اياها. شو ماركتها؟ هاي ماركتها ايفيم سراي. هذا هو السيت مثل ما شايفينه قدامكم بعد ما فتحته. بتجي الطنجرة الكبيرة، هاد اكبر مقاس يعني بالنسبة للطقم اللي جاي مع بعض الطواية. اللي حبيت فيه انه غميقة، والشغلة اللي قال لي انه فيها جارنتي انه الايد ما بتفلت، بتعرفوا هالحرارة في كتير ايدين طوايات بينكسروا حتى الطناجر. الغطا بيركس حراري، وهي احجامهم مثل ما شايفين هاي بصيرة بين الطواية وبين الطنجرة. فهذا هو السيت بشكل عام، السيت تبع الطناجر الجرانيت هيك بينباعوا بتركيا. قديش سعره؟
في ببلش السعر من 150 ليره كهذا السيت اربع قطع، 150 ليره تركي ل 300 ليره، بظن هذا كان سعره 300 ليره. محاسنه انه الطبخه ما بتلزق بهدول القناجر، هاي الشغله الحلوه. الالوان بتقدروا تختاروها، مساوئه انه الغطا بلور. هلا وانا عم بفتح هاي بالذات طب الغطا على الارض، والحمد لله اجى على السداجه فما انكسر، بس طب قلبي يعني انه ينكسر، لانه اذا انكسر الغطا مشكله يعني. فانا هي بصراحه هي حلو منظر انه يبين اكل فيها، حلو منظر على السفره كهيك، مثلا اذا عندكم عزيمه او شيء تحطوهم بطناجرهم للاكل، منظر كتير حلو. بس بنفس الوقت فيه سيئه انه هو كبلور انه ممكن ينكسر وتنخرب منظر الطنجره. المساوئ الشغله اللي حذركم فيها قلت لكم المعلقه الخشبيه كتير. الشغله الثانيه انه قال لي البيض ما بصير ينقلى فيها، فهي كثير استغربت منها انه كل شيء انه البيض ما بصير ينقلى بالطواية تبعت الجرانيت، مع اني انا اوريدي عندي طواية جرانيت بقلي فيها بيض وكذا، الحمد لله لحد هلا ما صار لها شيء، فاستغربت من هالنصيحه اللي نصحني اياها. فهذا هو السيت، ممنونه منه كثير. مثل ما قلت لكم انا هذا السيت اول مره بستعمله، اول مره بفتحه، بس انا وقت اللي اخذه من نفس النوعيه ومن نفس الماركه قطع مفرده، يعني اخذه مثلا كل طنجره لحالها وهيك، فمستعملتها ومجربتها وكثير ممنونه منها. وبس يعني هي هي، برجع بقول لكم الماركه كانت افيم سراي. في ماركات مختلفة، بس هو انه بيعتمد الجرانيت الاصلي، لازم يكون ناعم ما لازم يكون خشن. سألته لصاحب المحل قال لي انه انت بتميزين ولازم يكون الجرانيت ناعم. فهي هي. حابة احكي لكم على طقم الاكل. شوفوا هلا بتركيا في شيء عندهم اسمه جيز، جيز يعني جهاز العروس. فجهاز العروس اللي هو الست تبع الطاولة، طاولة السفرة الطقومة اللي بتجي صحن السيرفس وفوق صحن المعكرونة وفوق صحن الشوربة وصحن الحلو ومع الكاسات مع المعالق مع الشوك، قديش تتخيلوا هذا الست؟ هذا الست كامل حقه 5000، من 5000 في أسعار توصل للعشر تالاف. بيعملوا تخفيضات بنزل للألفين وخمسمية هيك شيء، بيضل إنه سعره كتير غالي بالنسبة لنا. فأنا شو عملت؟ رحت على محل ببيع بلور كل واحد من ديرة، يعني كل واحد شيء، انا طبقتهم وعملتهم كاسيت. فاخترت اللون الابيض والاسود كتير حبيته، انا بحب الالوان الابيض والاسود وهذا اللون ما عندي. فاخذت اطباق السكب اللي هن هدول الاثنين، قديش هذا الواحد؟ لو كان من هذاك الطقم اللي عبقلكن عليه كان وقف الصحن بخمسين ليرة، انا اخذته هذا بسبع ليرات ونص، الواحد سبع ليرات ونص. فانا طبقتهم كست للطاولة وحبيت فيه انه هذا الاسود هيك له لمعه كتير حلوه. هلا انا دقفات انه يعني بنتنقر وبنكسروا، بس انتم انتم رح تحافظوا عليهم. الشغله الثانيه اخذ هذا صحن السيرفس اللي لونه اسود، هلا لسه ما مغسولين طبعا، انا بغسلهم اول ما بجيبهم. بس رح افرجيكم هون شوي تقل. اخذت هذا انه مثلا موديله مدور، طالع هلا موضه الصحون المربعه، فهاد الاسود عفوا هذا الطبق اللي اسمه سيرفس سعر الطقم 6 قطع ب 20 ليرة. ففي كثير ناس انه علا انت قديش تشتري كذا، بس انا بشتري شغلات لقطة يعني، هاي الشغلة عشان هيك انا بشارككم هاي الشغلة حتى انتم تستفيدوا وتعملوا نفس الشيء، خاصة للبنات اللي مثلا رح يتزوجوا جديد ورح يشتروا مثلا هالقطع، انه عرفي انت تطبقي بدون ما تتكلفي هالتكلفة. حرام يعني مثلا 5000 على شو؟ حق طقم بلور بجوز ينكسر بجوز كذا، والله اذا انكسر صحن يعني رح ينقلع قلبي، فليش يعني؟ هذا اذا على قلبي اذا انكسر بروح بشتري طقم كامل بداله. فهذا الطقم ب 20، 6 قطع ب 20. عم بقارن لكم الاسعار مع الطقم الغالي يعني اللي هن بيبيعوه بالمحلات كطقم كامل 200 ليره، يعني 10 اضعاف. هذا الصحن طقمه 6 قطع ب 30 ليره الابيض، لانه فيه حركه اكثر. هلا انه يعني هلا هذا انه مثلا ما لونه حقيقي وكذا وهيك، بس ما مبين، المهم هو كمنظر طالع كتير حلو على السفره. فانه تحته مدور وفوقه مربع، عاطي مظهر. هو لان البلاطه عندي اياها سودا فما مبين، رح فرجيكم هيك كمان ما مبين. هدول رح رتبهم شي يوم يكون عندي عزيمه ورح فرجيكم اياهم. فهيك الست. فانا هدول هذا الطقم لو كان رح اخده من محل الجاهز تبع الاطباق، ستة سيرفيس، ستة تبعات سكب وستة لتقديم الاكل، عفوا اثنين لتقديم الاكل. هدول كان رح يكون سعرهم كغاليات يعني 500 ليرة. انا قديش اخدتهم هدول؟ كم قطعة؟ ستة بستة 12، 14 قطعة.
هوني كان حقهم 500 ليرة، هون أخذتهم 65 ليرة. تخيلوا 65 ليرة وقفوا علي. فأنا يعني هاي الشغلة الفائدة اللي حابة أعطيكم إياها، إنه أنتوا دائما بتقدروا تغيروا. إذا مليتي منه بتقدري تغيري، بتقدري تعملي. إذا كانوا غاليين بصراحة واحد ما بيسخى يغير، ما بيسخى يعمل أي شيء. فهدول هن، هدول رح أطبق معهم كتير شغلات. أنا هذا أخذته الست، بصير للغدا وبصير للفطور. هلا في عندي هدول الصحون كمان، حاولت هيك انه اطبقهم كموديل المربع نفس موديل هدول الكبار. هدول للحواضر مثلا، اذا كان عندك فطور، او اذا للغدا للمقبلات الموجوده، الحمص، المخلل، الفلفل، الليمون، هالشغلات. فاخترت هدول الصحون الصغار نفس الموديل حتى يبينوا كطقم كامل. هدول اخذت الثمانية، ثمان قطع، لانه ما موجودين ثمانية بس انا اخذت منهم، لا حتى 10 اخذت، عفوا 10 ب 40 ليره، الواحد ب 4 ليرات بس. فكمان هدول لو كانوا محل الغالي، رح اقول محل الغالي ما رح اقول شو ماركتهم، فكان رح يكون سعرهم كمان حوالي 180 200 ليره. فهذا هو الست الكامل. رح تسالوني يا انه انت منين اخذتي هدول المشتريات، ومنين احنا بنقدر نلاقيهم؟ بتعرفوا هذا المحلات اللي بيكونوا بالاسواق الشعبيه او بالبازارات اللي بيبيع باللور، بدك تغوصي بالمحل وتنكشي وتطبقي وتطالعي. في محلات كان قبل موجوده، قبل ما يرتفع سعر الدولار، انه كل قطعه بخمسه. كان اول شيء انه كل شيء بثلاث ليرات، بعدين صارت كل شيء بخمسه، بعدين هلا شالوها كل شيء بخمسه، صار انه شغلات رخيصه. فانا من هالمحل اخذته، يعني هو محل لادوات المنزليه، ببلش من نكاشات اسنان وانتم طالعين عنده كل شيء. بالنسبه للطناجر هدول اخذتهم من عند كراجا. كراجا شوف الطناجر هيك شغلات انا بعتبر انه لازم واحد ياخذهم ماركه منيحه، لانه هدول بيدوموا يعني. Say something meaningful, say something I don't know. I wanna know you better. The way that you talk to me, the way that you make me feel, I don't know if you're real. I wanna put you in that spotlight, looking at you all night, put you in that spotlight.